بخدع احنا هنعمل خدع يد ستون هنبصوا هنا هتقولوا ايه الشكي يويا ده دلوقتي هو مش ويويا ده هو شكي كده هنا اصلا ده اللي هو هنا واقف عليه وفيديو بيت فيديو بيت اصلا شكيان فطبعا احنا هنعمل خدع يد ستون طبعا انا قلت اعمل هنا كده حته يرتب الناس صاروخ فانا يا شباب هنعمل خدع يد ستون واول خدعه هتكون هي الصاروخ بصوا بقى يا شباب اول حاجه هتحتاجوها سيايم ستيكي بيستون مش عارف اسمه ايه بس هجيبوه و اي بيوكيت دلوقتي بصوا تحطوا هنا البوكيت هنا بوكيتين هنا بوكيتين سلايم هنا حلو هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهتحطوا دي بس بصة لفوق تكون بصة لفوق وتحطوا ستيكي بيستون برضه فوقيها تكون بصة لفوق وتحطوا دي 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 كنا عاملين كده اللي هي كده يجي يعني انتوا جايين حاطين كده ده اللي هو مش عارف اسمه ايه بس يكون بصي سي تحت يكون بصي سي تحت وتحط كده بعدين انتوا جايبين حاطين الستيكي بيستون كده برضه هي كمان تكون بصي تحت هي كمان تكون بصي تحت بيمان زي ده كده طبعا هنا لازم نحط بلوكه ادي الصريخ طار ايه رايكم يا شباب الصريخ طار بس الدعم يا ديك يا رب ما يعمل قيش بس هي خدت بدو يجي خدت بدو يجي يا رب ما يعمل قيش وتطلع يا رب من كنت يجي ده كله طبعا هنا تاني خدعة هتكون تاني خدعة الناس اللي عاوزة تشغل يونض وتعملها كده ديكوي في البيت بتاعها هتحتاجوا شمع ولا مش عارف ايه اسمه كده اللي هو يندا وتحتاجوا يدستون توش قصدي يدستون بس وتجيبوا ده اي هو المهم اسمه الكوبس بيعرف اول حاجة هتحطوها كده على حسب ما انت عاوزين وتحطوا ادي واحدة هنا كده 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 بعدين تغيير هنا حفيه هنا وتطلعوا عبيد تحطوا اي بيوكا يعني مش لازم يعني بيوكا دي بالذات مش لازم بيوكا تيندا وانا معايا بيوكا تيندا فحطيناها سنة مش مثلا ايه بده هتطيعوا فيه بتحطوا هنا في اخر حتة هنا يوم وتيجوا تنزلوا لحد تحت بس الحتة تحطوا هنا وفوق دي لو ما اشتغلتش بس هنا تحطوا هنا تنزلوا بس فوق دي لازم تحطيها واحدة كده على الجنب واحدة هنا حطوا بس لازم تشمعوا كده لازم تشمعوا لازم تشمعوا دي هتنور لوحدها انتي بصوا كده هنا يندى نورت
طبعا ما لناش دعوه دلوقتي، خدت الصاروخ كده دي تاني خدعه وظبطت الحمد لله. وتالت خدعه معانا هي، في ناس بيقولولي لازم اعملينا حاجة تدمها تفرق فوق وتنزل، تفرق فوق وتنزل. انا هعمل دلوقتي حاجة تفرق فوق وتنزل. هتحتاج بركة ريد ستون وستيكي بستون، تروح حافين كده 4 بركات تحطين كده ماشي، تغيرين بصوا بيحطين هذا هذا هذا. بصوا يا سيام ويو، هنا هننزل ننزل هنا تحت ونكسر هذا، نحط هذا 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 وهذا ماشي. بس هي تحت دي هتتكسر كده وتحط هتتصفع فوق ماشي. بصوا هعمل لكم حتة ديكوي، هعمل لكم ديكوي دلوقتي، انا هعمل لكم ديكوي فين البلاستيك ده عادي. يعني بصوا حطوا اي منظر ازاز بس يكون ازاز حلو، يعني يكون ازاز حلو كده بس كده بس. يمكن تعمل مقلب كده في صاحبك. بص بص دلوقتي طبعا هي يا تطيع وتنزي دي انا مش عارف هعملها ازاي، بس انا بعمل انا عارف اعمل. هتحط كده وتحط كده وتحط كده وتحط كده بس بقى. هنا مش هيبان اصلا ولا نقطة ازازة، ولا هيبان ازاز لو انت عملت كده. يعني يمكن تعمل مقلب في صاحبك كده. بص تقول بص في هنا شكل يجي يخشك بوم ويدخل. تعرف بقى لو كان سيرفايفري تقدر تحط هنا حاجتين كده فوق يسدوا المكان ويعملوا لك شكل. بصوش بصوش بص بص الشكل. ورابع خدعة واخر خدعة معانا هنجيب اسمه ايه مش عارف، الشبكة العنكبوت. بعدين تيجي جايبين هذا وفي جايبين اي حيوان، اي حيوان مش اي حيوان. شوفوا فين الحبل، شوفوا فين الحبل الساعة، شوفوا فين الحبل او مش لازم حبل. بص هتيجوا وما هنعيا ازاي ايه مش لازم حبل كده. اتيزي هنا ايوه هنا لحد ما جاي امي حبي ده يسوى ايه. عادي يعني اي حب فين حب فين هذا حب امي حبي اكيد هيبقى هنا يا حاجي كويس انت يا الله تعالى. حبي 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 حبي
حبي حبي حبي حبي حبي حبي حبي فين أمي حبي هذي؟ فين حبي دوت؟ وين حبي دوت؟ فين حبي دوت؟ فين حبي دوت؟ فين حبي؟ يا ابن حبيبي فين حبي حبيبي؟ طب انا عايز هذه الفخوخة ازاي؟ طيب هنا انا عايز طيب ازاي؟ ممكن نحطيها واحدة كده هنا. طب انا عايز هذه الفخوخة ازاي؟ يعني بصوا الشباب، لو انتوا معاكوا لو حصل معاكوا كده زي ما حصل معايا، تحطوا كده حوالينها بتاع وتحطوا هذا، او بصوا ايه عشان لما تيجي تنط عادي، ما اوعى تكسر زي غلطة اللي انا عملتها دي. بس هتخليها كده، بس خوفة كده جميلة بسيطة. دلوقتي هنرجع هنا تاني ماشي. في ناس بيقولوا ليه انت جبت الشكل ده كده؟ ايوه ليه جبت انا الشكل ده؟ الشكل دي خطر في بالي ان انا اعمله عشان تبدا الصاروخ يبدا يجيلي كده منظر ماشي. فانا جبت بالي ان انا اعمل الشكل ده، بس جبت بالي ان انا ممكن لو انا دوست هنا الصاروخ ممكن يجي. امشوا من هنا، امشوا من هنا، بس امشوا 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 من هنا. كان جه في بالي يمكن الصاروخ يطير، فالصاروخ ما طيرش. فانا عملت ايه بقى؟ انا جربت بخلف الكواليس بس الصاروخ ما طيرش، بس الصاروخ ما طيرش. ممكن يحط هذا وهذا وهذا، يحط هذا 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 كده. ممكن تضحكوا على اصحابكم بالشكل ده، تقول لهم يا ده ما ايه ده، وانا شايف حاجه شايف بوش هنا انا في. ممكن تضحكوا يا ده مرفوع وشايف شايف ايه الكلام الهبل ده. واحد جاي حاطط لكم عايزه كده مكملين عليكم، بس هو اذا عرفت تنزل من هي كده بس. شكي 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 خيافي ولا هنا بقى اخر حاجة هننتهي بالصاروخ. فممكن انتوا تعدوا على الصاروخ، وممكن يعني هنا تكسروا برضه حاجات، يعني بدل البلوكة دي في النص كده تحطوا، بدل دي تحطوا كده. يعني ممكن حاجات استفادوا بيها وعيوها في المستقبل كده. وهنا انا كنت بفكر ان انا اعمل قفله، بس قلت هيطير ازاي كده بقى الصيخ. بص كده يا ابني، بص بص يا حبيبي، وسع من هنا. وهنا يا شباب تكون ايه يسا، فنحط دي كده ودي كده. هنحط هنا كده الصاروخ تانية،
ده بص يا شباب، عشان في ناس ما بيعرفوش يعملوا صوت، هتحطه هنا كده كده، الكتين صايم زي كده، حط واحدة كده وواحدة كده وواحدة كده. في ناس برضو بيقولوا ان هم يعملوا بس يجي، بس ادي يجي صيغة. ودلوقتي في ناس برضو بيقولوا يعملوا كده شكي، يعني مش صاروخ، شكي صاروخ. فتحطه كده وتحط كده 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 كده، وتدوس شوية عليه وتدوس كليك يمين، تروح جاي حاطط دي كده في النص، جاي حاطط واحد، تروح جاي هذا. بس ده كله لو انت عملت يجي، ده كله لو انت عملت يجي بس، ماشي. ده كله لو انت عملت يجي يمكن يجيلك معاك المنظر ده. ممكن تحط هنا كمان، بص لو انت حطيت هنا بس كده منظري. ممكن تعمل كده ايه، هدي الدندكوي كده كده واحدة، بس اوعى تكسر في النص. كده ديكور اسطوري، ماشي. فنروح الكوره بقى عشان نختم الحلقه. يا شباب انا نسيت اعرفكم، بصوا ايه رايكم ده كده. انا بفكر ان انا ابدا فيه، بس مش عارف هبدا ازاي كده بقى من السقف الواطي. انا بفكر ان انا انزل كده، بصوا يا شباب دلوقتي احنا هنطلع. يرجع بس كده الحاجة دي ويلا. ودي نهاية الحياة. يا سيام زيت.